الاستاذ اشرف علام الشهير بجلسه الحبيب العدلي بالامس والقاضي لم يسمعك وحصلت مشاده وكانت على اثارها النهارده الغاء البث المباشر من المحكمه، ما رايك في هذا؟ هو في الواقع يعني الايضاح ان الغاء البث المباشر ما كانش على اثر المشاده الخاصه بي انا، ولكن هو يبدو ان ده كان هدف تصبو اليه بعض الجهات. في الحقيقة يعني دي مناسبة كويسة جدا عشان نلقي الضوء على يعني ما يجب أن يكون أو يجب أن يراعى في نظام الجلسات. أولا إحنا في مصر كلنا اتفقنا على أن إحنا هنحاكم قتلة الشهداء أمام المحاكم العادية، القاضي العادي بموجب القوانين الوضعية، القوانين العادية، لأن اتقال طبعا وده عن حق، ولكن ما عدناش بنسمع حاجه عن الفلوس اللي كانت في الخارج. قال لك ان احنا لو حاكمنا الناس دي بموجب قوانين استثنائيه هيبقى في استحاله استعاده الفلوس من الخارج، تمام؟ وبالتالي احنا اصبحنا امام القانون الطبيعي ونطبق القانون العادي، فيجب مراعاه احكامه. لان القانون العادي في هذه الحاله بيطبق ازاي؟ احنا عندنا جريمه مركبه من حيث الفاعلين والشركاء وحيث المجني عليه، سواء كانوا قتلوا او جرح. ف لاننا هنطبق القانون العادي يجب ان نراعي في كل واقعه توافر شروط ثبوت الجرم على المتهم من عدمه، فيجب مراعاه توافر الجرم كل على حده من حيث الركن المعنوي ومن حيث الركن المادي. الركن المادي فعل ونتيجة ورابطة السببية، فعل القتل سواء كان بالسلاح أو بأي وسيلة أخرى، والنتيجة اللي هي الوفاة أو الجرح، ورابطة السببية أن تكون هذه النتيجة متحققة عن هذا الفعل بالذات. الشق المعنوي لأي جريمة هو العلم والإرادة، العلم أن هذا الفعل يؤدي إلى تلك النتيجة وأنا أريده كفاعل، فيجب مراعاة ذلك في كل حالة على حدة من أكثر من 800 شهيد ومن أكثر من 6000 جريح. وبالتالي المحامون الذين يمثلون المدعون بالحق المدني في هذه الدعوة كل منهم يمثل عدد من المدعون بالحق المدني، يجب أن يتحقق أن في خصوص الدعاوى الموكل فيها أن هذه الشروط متوافرة وهو يسعى إلى الإدانة، فيجب أن يراعي ويترافع ويتداخل في المرافعة ويسمح له بأن يدلو بدلوه في المرافعة ويطلب ما يريد أن يطلبه ويقدم ما يريد من البراهين والأدلة، وهذا صميم حق الدفاع الذي كفله الدستور. فبالتالي الموضوع بيتصور على أن المحامين بيتكلبوا على الكلام، لا، كل محامي حريص على ان هو يمثل موكليه على الشكل الامثل. الواقع السيد رئيس المحكمه كل تقدير واحترام، هو رئيس هذه الجمهوريه قاعه المحكمه، وله في حدود القانون ان يحدد النظام الذي يجب او الذي يرى في حدود القانون ان تتم عليه اجراءات المرافعه او التقاضي داخل قاعة المحكمة. وفي امبارح بالامس في خصوص الدعوة 1227 الخاصة بحبيب العدلي، بعد ما السيد رئيس المحكمة رفع الجلسة للمرة الأولى، فإحنا طوعنا بأن احنا نعمل لستة باسم السادة المحامون الذين يرغبون في إبداء طلباتهم شفاهة أمام المحكمة، وشفاهة لأن ده مرتبط بمبدأ علنية الجلسات، وقدمناه للسيد رئيس المحكمة، وبدأ السيد رئيس المحكمة ينده على المحامي تلو الآخر حتى يقدم ما يريد من طلبات. إلا أنه، وهذا السؤال ما بدأت به هذا اللقاء، وأنا واقف عشان أصحح ما عطور اسمي من خطأ حتى أتمكن من المداخلة، فما كان من السيد رئيس المحكمة إلا أنه امتنع عن سماعي بأن قال أنه أنا لا أسمع. الحقيقة ده ممكن يحصل، ولكن لا يجب أن يصور الأمر على أن المحامون يخلون وهم لم يذهبوا كشهود أو متفرجين إلى هذه الجلسات، ولكن ذهبوا لكي يدافعوا عن موكليهم على الشكل الأمثل كما
حدده القانون وكما التزموا به بموجب قسم المحاماة أمام أنهم يمثلون موكلهم أمام المحاكم على الشكل الأمثل. فبالتالي المحامي يريد أن يرى نظاما ما أيا كان هذا نوع النظام التي تقدمه له المحكمة حتى يتمكن من تقديم دفاعه على الشكل الذي يحقق مصلحة موكله. فكنت أتمنى وأتصور وأتمنى أن يحدث هذا في المستقبل من السيد رئيس المحكمة أن يقدم في مقدمة الجلسة لنا النظام الذي يراه أمثل لتحقيق النظام وتحقيق العدالة في توزيع الوقت بين السادة المحامون الذين يمثلون عدد كبير من المجني عليهم. وهذا ليس ذنبنا أنه تم قتل عدد كبير من المصريين أثناء الثورة يفوق 800 قتيل شهيد وأكثر من 6000 جريح. فبالتالي لازم يكون في محامين كتير ولازم يكون كل المحامين حريصون على أن يؤدوا دفاعهم على الشكل الأمثل. وبالتالي ما كان يجب أن يصور الأمر على أن المحامون هم الذين يخلون بنظام الدفاع لكي يستغل ذلك كذريعة لأولا إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بإذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، خاصة ده مطلب من مطالب الشعب، خاصة وأن هذه الدعوة هذه القضية قضية لها طابع خاص فهي تتعلق برئيس جمهورية سابق حكم شعبه لمدة 30 سنة وفعل ما فعل به ولا داعي لتكراره حتى لا نطيل على حضرتك. هي النقطة الثانية المهمة اللي حصلت النهاردة في الجلسة وأتمنى أن تعيد المحكمة النظر فيها، وهي أن السيد رئيس المحكمة ونعيد كل احترام وتقدير طلب من المحامون أن يقدموا طلباتهم مكتوبة وتحضر له في غرفة المداولة. ونحن من وجهة نظرنا نرى أن في هذا خلط بين مبدأ علنية الجلسات وسرية المداولة، فإبداء الطلبات شفاهة في المحكمة علنية وإثباتها في محضر الجلسة حتى تكون قرينة أو حجة على من أبدى الطلبات وعلى المحكمة في نفس الوقت لأنها مدونة وجزء لا يتجزأ من ملف الدعوة. ده أمر. ثم الأمر الآخر حتى يتمكن الشعب أيا كان الشعب من تحقيق الرقابة الشعبية على ما يجري من جلسات من محاكمات. فبالتالي نتمنى نتصور أن يسمح للمحامون بالقيام بواجبهم الدفاعي عن موكلهم بشكل مستفيض كما يحدث أمام المحاكم التي نصبوا أن نكون مثلها. وقد ولي خبرة في هذا المجال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وكنا نذهب إلى المحكمة في قضايا صغيرة جدا ليست بهذا الحجم وكأننا على موعد مع القاضي، كل يجلس في مكانه وكل يتحدث باستفاضة حتى يفرغ من حديثه ويثبت ما يريد أن يثبته، ثم يسأل مرة أخرى هل لديك ما تريد أن تضيفه، ثم في آخر الجلسة إما تؤجل أو يحكم وهكذا. وهذا ما نريد على الأقل في هذه القضية التي لا تتعلق بس فقط بمقتل شهداء مصر في ثورة من أطهر ثورات التي مرت على تاريخ البشرية، ولكنها تتعلق بهذه الثورة بهذا البلد بمستقبلها. فنتمنى أن تكون هذه المحكمة عنوانا للمرحلة الجديدة التي تصبو مصر إلى أن تدخل إليها وأن تحقق آمال الشعب المصري. شكرا استاذ عشر، فاصل وليا سؤال منفرد. لا اتفضل.